60 دقيقة مع ناصر قنديل. ستون دقيقة مع ناصر قنديل، برنامج سياسي أسبوعي على شاشة توب نيوز. ستون دقيقة مع ناصر قنديل، تحليل لأبرز الظواهر السياسية خلال أسبوع، مواقف قادة وناشطين، رسائل وأسئلة مسجلة ومرسلة للأستاذ ناصر قنديل يجيبكم عليها. ستون دقيقة مع ناصر قنديل. ستون دقيقة مع ناصر قنديل. تحياتي أحبائي وأعزائي متابعي برنامج 60 دقيقة مع ناصر قنديل في هذه الحلقة الجديدة، الحلقة 73 من العام 2017. في هذه الحلقة ثلاثة أقسام. قسم رئيسي طبعا هو مستقبل المعركة الدائرة حول نهر الفرات والحدود السورية العراقية، كيف يمكن أن نقرأ الأداء الذي تقوم به سوريا وحلفائها على هذه الجبهة، وبالمقابل كيف نتوقع أو كيف هي ملامح تصرفات الحلف المقابل، وما هو السيناريو الذي يمكن أن يكون الأقرب إلى الواقع. لكن قبل هذا ثمة وقفة صغيرة أمام تداعيات ما قلته في الحلقة السابقة عن ميانمار ومسلمي روهينجيا، وبعده وقفة بقدر ما يسمح الوقت ويتسع أمام زيارة الوزير سيرجي لافروف إلى السعودية ولقائه بالملك ومن ثم بوزير خارجيته، ومستقبل ما نتوقع لقمة الملك سلمان في روسيا ولقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. طبعا الهدف هو السؤال، هل نحن أمام بداية ملامح واضحة لتموضع سعودي جديد، خصوصا أن الكلام الروسي والكلام السعودي والكلام الأردني بعده كلها مؤشرات تستحق يعني قراءتها والتوقف أمامها، والأبعاد التي ترسمها حول متغيرات مرتبطة بالعملية السياسية أو بالتموضع السياسي الإقليمي على ضفاف المعركة في سوريا. سأبدأ بموضوع ميانمار ومسلمي روهينجيا. الكثيرون من الذين قرأت تعليقاتهم، ليس فيما يخص ما قلته فقط بل من الموضوع بشكل عام، أثاروا لدي الرغبة في إعادة توكيد بعض النقاط من خلال أسئلة. طبعا مثلا قرأت أحدا يقول كيف يمكن أن تكون إسرائيل والسعودية وإيران وحزب الله في خندق واحد تحت عنوان التضامن مع مسلمي روهينجيا ومسلمي ميانمار. أولا هذا غير صحيح، يعني في تسرع كثير بمثل هذا الاستنتاج، وأنا أعاكس الأمر بطرح سؤال: كيف يمكن أن نفسر في عمق السياسة؟ لأنه في كثير من الأحيان التصريحات هي نوع من الاستهلاك، يعني أنا أعتقد أن السعودية تمارس استهلاك سياسي أو استثمار سياسي، ومثلها ربما يفعل الأمريكيون بإثارة الأمر بطريقة معينة، يريدون أن يقولوا للعالم الإسلامي أنهم أصدقاء وأنهم يتبنون قضايا اضطهاد المسلمين والدفاع عنهم وإلى ما هنالك. لكن ألم يلفت انتباه هؤلاء الذين يعتبرون أن كل الذي يجري في ميانمار هو مؤامرة أمريكية تستعمل عنوان المسلمين الكاذب والمزيف، لأن هناك نظاما هيك يفترض يثور عليه المسلمون؟ شو لازم يكون هذا النظام إذا المسلمين هم دواعش أو أمريكان، يعني يا مخابرات أمريكية يا داعش النظام الذي يثورون عليه، لأنه كتار عم بيشبهوها بالحملة على سوريا، يعني لازم يكون النظام هناك مثل سوريا، مش هيك تفترضوا؟ خاصة أنه عم تفترضوا أنه مستهدف الصين. طيب إذا الصين مستهدفة والذين يستهدفونها يستعملون العنوان الإسلامي سواء كانوا دواعش أو مخابرات أمريكية، هذا يعني أن النظام في ميانمار حليف للصين، يعني نظام تقدمي، نظام مناهض للهيمنة الأمريكية. هون أنا عندي سؤالين حقيقيين في الحقيقة. السؤال الأول: كيف تكون إسرائيل هي المصدر الأول في بيع السلاح لحكومة ميانمار، وتكون هذه الحكومة مناهضة للمشروع الغربي الأمريكي الإسرائيلي بأبعاده؟ اثنين: كيف تكون زعيمة ميانمار أسولانغ الحائزة على جائزة نوبل، وحدا يجي يفسرنا بكل تاريخ اللي حصلوا على جائزة نوبل للسلام لنشاطها من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان؟ أتحدى إذا وجدتم واحدا من الذين حازوا هذه الجائزة تحت هذا العنوان. أنا مش عم بحكي على جائزة نوبل للكيمياء وللفيزياء وللآداب والرواية، لأنه حتى هاي فيها إيد وأجر، بس بدي أحصر بجائزة نوبل للسلام من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان. قولوا لي مين حصل عليها
دون أن يكون خادما أمينا مطيعا عند المخابرات الأمريكية. هذه أسئلة فقط برسم الذين لا يريدون أن يقرأوا الحقائق. ونحن قلنا ونرجع يا عم حطوا قدامكم الخريطة وارجعوا فوتوا على الأطلس وفتشوا بها الخريطة، هل الإقليم الذي فيه المسلمين يقع على حدود الصين أم يقع على حدود بنغلاديش؟ والإقليم اللي فيه حركة مناوئة للدولة وهو على حدود الصين وفي حرب عصابات، وتعلن الدولة كل يوم وكل ساعة بأنها تقوم بتطهير عسكري في مواجهة ما تسميهم بالجماعات الإرهابية اللي هن اليسار الماوي، ويهجر سكان هذين الإقليميين الشرق، الإقليمين الشرقي والغربي. الإقليم الغربي اللي فيه مسلمين بيتهجروا أهله على بنغلاديش، والإقليم الشرقي اللي فيه بوذيين من أصول صينية بيتهجروا على الصين. منين طلعت نظرية أنه مستهدف الصين بالموضوع؟ منين طلعت نظرية أنه هول المسلمين هني مجرد أدوات أمريكية إسرائيلية أو داعشية، دون أن ندقق ما إذا كانت إسرائيل يعني شو علاقتها بحكومة مينمار؟ هل صحيح أنه هي المصدر الأول لتزويد الحكومة بالسلاح، وأنه في مشكل هلأ قايم على مستوى العالم بمطالبة إسرائيل بوقف بيع السلاح لحكومة مينمار؟ دقوا. فأنا أدعو للتدقيق فقط لا أكثر ولا أقل، يعني لا يواخذونا اللي عم يتسرعوا أنه لا حزب الله ولا إيران طرفين خفيفين يتسرعان في اتخاذ مواقف هيك هوائية فقط لأنه هذا موضوع بيعني المسلمين أو بيثير العواطف أو أنه هني عم يركبوا في موجة أو شيء من هذا القبيل. عندما تكون إثارة العنوان، أنا هذا ما بيعني أنه حزب الله وإيران موقفهم مثلا من البوسنة، أنا لم أكن على مسافة منه، كنت مختلف، بس ذلك كان في بدايات تشكل حزب الله عندما كان العنوان الإسلامي يأخذه. بحرب أفغانستان أنا كان موقفي طبعا مختلف كليا عن الموقف الإيراني، لأنه الموقف الإيراني المناهض للاتحاد السوفيتي آنذاك كان هو الأساس، والظن بأن الذي يجري هو أن دولة إسلامية تتحرر من دولة محتلة هي الاتحاد السوفيتي. فعم تحكوا عني أنا اللي كان عنده موقف من المعارضة العراقية اللي في غالبها المكون الشيعي، واللي هجمته من على منابر النجف والكوفة والبصرة لأنني قلت بأن الموقف الذي اتخذته القيادات الشيعية المرحب بالاحتلال الأمريكي هو موقف غير وطني. سماحة السيد حسن نصر الله الذي دعا إلى طائف عراقي نجا من ألسنة أصدقائه ورفقة صفه في دروس العلوم الدينية وما تهيب الموضوع، وأعلن بأن المقاومة هي الخيار الوحيد في العراق. فشوي شوي الشباب يعني يتروع علينا، مش انه اذا الموضوع ما بنعرف فيه منبلش نألف عليه قصص. تدقيق مش مطلوب اكثر من التدقيق. سؤالين برجع بعيدون وبتمنى حدا يجاوبني عليهم. هل اسرائيل مزود رئيسي او المزود الاول بالسلاح لحكومة مينمار؟ جاوبونا. اثنين، هل زعيمة مينمار حائزة على، يعني بوذيي مينمار الحكومة حائزة على ورئيسة الكتلة النيابية الأكبر أو زعيمة الحزب صاحب الكتلة النيابية الأكبر حائزة على جائزة نوبل للسلام تحت عنوان حقوق الإنسان والديمقراطية؟ نعم أم لا؟ وهل يمكن لإسرائيل أن تزود حكومة بالسلاح وبالسلاح النوعي، طيارات بدون طيار وأجهزة إرسال وتنصت ومراقبة وتحليل الاتصالات والمخابرات الهاتفية؟ يعني هذا النوع من السلاح بتبيعه إسرائيل؟ أنه لا تشبهوا عميل للأمريكان وصديق لإسرائيل بالرئيس بشار الأسد، الله يخليكم. معليش، هاي النقطة الأولى اللي أنا حابب أن يقول دعوا هذا الأمر إشكالية للبحث، ما ضروري تتبنوا موقف بيقول أنه لا في قضية حقيقية قبل ما تتكون لديكم المعطيات التي تقول أن هناك قضية حقيقية. بس بالمقابل لا تروحوا تقولوا أنه هذا الموضوع كله فيلم أمريكي إسرائيلي مفبرك، وكل الوقائع هي عكس هيك، هي أن الحكومة تتبع لحزب زعيمته، لحركة سياسية زعيمتها حائزة على جائزة نوبل للسلام تحت عنوان تشجيع الديمقراطية حقوق الإنسان، وهي اللي من أجلها راحت الناس راحوا على مجلس الأمن الأمريكان لخلوا الأمم المتحدة تشرف على انتخابات ليسلموهن الحكم قبل 10 سنين.
ما حلنا ننسى إذا في حدا ما بتابع مش عيب، لكن العيب أن يتصرف كأنه يملك كل تفاصيل الملف وهو لا يملكها. أنا أدعو فقط للاطلاع، للتعمق، للتبحر قبل التسرع. هذه هي وقائع، شوفوها، طلعوا على الخريطة. في إقليم على حدود بنغلاديش فيه أغلبية إسلامية بعيد عن الصين من هون للصين، وفي إقليم تاني على حدود الصين في مشاكل، واللي عنوان الاشتباك فيه مع الحكومة هم يساريون وليسوا نوعا مذهبيا أو طائفيا أو دينيا. هاي المعطيات. في مشكلة حقيقية لمسلمي ميانمار سابقة، يعني عمرها 100 سنة، 200 سنة، 300 سنة، 500 سنة، كاتب عنها حدا من البحاثة البريطانيين، كاتب عنها حدا من الهنود. اجوا الهنود عملوا مشكل لما اجوا الانجليز واخدوا احتلوا هالمنطقة اللي كانت ضمن سيطرتهم على شبه القارة الهندية. شو بيقولوا عنها مستشرقيهم؟ هذا الوجود الاسلامي عنده معاناة، يعامل بمنظومة أبارتايد عنصرية، في محاولة لتهميشه، لترحيله، لإبادته، لإقصاءه، لإخراجه من المعادلة السياسية، في إجحاف بحقه. واللي بيقول إنه ما في شيء اسمه اضطهاد ديني كمان لا يوخزنا. شيعة السعودية ما بيعانوا اضطهاد ديني؟ ما في مساعي لترحيلهم وتهجيرهم؟ بالبحرين داخلكم شو اللي عم بصير بالبحرين؟ ما عم بيجيبوا باكستانيين من أصول إسلامية لأنه من لون مذهبي آخر وبيجنسوهم وبيعطوهم الجنسية البحرانية وبيحرموا البحارنا الشيعة من الجنسية ليخلوا بالتوازن الديموغرافي؟ أنه في وجه سياسي بالنسبة للشعب أنه يدافع عن مطالبه وحقوقه بالديمقراطية وحقوق الإنسان، بس النظام ما عم يشتغل، نظام تمييز عنصري استيطاني طائفي بالبحرين. روحوا شوفوا يا عم إذا هيك والله. لا، البحرين صار فيها 150,000 مجنس خلال 3 سنوات من غير البحرين، ما بيشبهوا شيء البحرين، وعم يطلبوا الأردن بعتيلنا ومصر بعتيلنا وهذا، وأهل البحرين الأصليين عم بيحاولوا قد ما فيهم بالإحصاء يتجاهلوا قرى بمنح الجنس بحجب الجنسية عن الكتل مش عن أفراد معارضين، إسقاط الجنسية. وبالتالي في عمل إله هذا الطابع الإحلالي، إله هذا موجود بالبحرين. ليش مستغرب يكون موجود بميانمار؟ معلش ما بدها هالقد الاشياء تعصب هيك لنقول انه هذا فيلم امريكاني تهيبوه. يعني ما بيصير فيلم امريكاني لما بتكون امريكا مع الحكومة وبتطلع هي الجهة الوحيدة المتبنية قضية الناس المظلومين، ومبعدين عنهم اللي لازم يكونوا هني اصحاب القضية اللي واقفين حدهم. دقوا بالمعلومات، روحوا شوفوا باللوائح اللي اسرائيل بتصدر لهم السلاح، موجودة حكومة بورما او ميانمار والله مش موجودة. شوفوا هالحكومة من هم موردو السلاح لها؟ روسيا والصين. هلأ اللي طلع معه نظرية انه النفط والغاز وتجارة النفط والغاز والساحل البورمي وانه بالنسبة للصين هذه فرصة لا تفوت والصين كذا، شو عندها مشكلة الصين بهذه الحالة اذا كانوا المسلمين ماخذين حقوقهم؟ شو عندها مشكلة؟ او تكون الحكومة فيها تمثيل اسلامي وازن، هذا وين بضر الصين؟ حدا يدلني وين بيقطع الصين فرص إقامة علاقات اقتصادية طيبة؟ هذا اللي بيقطع على الصين والله جعل ميانمار كانتون مغلق يحكمه حزب زعيمته تدين بالولاء للمخابرات الأمريكية التي كرمتها بجائزة نوبل تحت عنوان حقوق الإنسان والديمقراطية، وهو المتاجر بالسلاح، يعني يستورد السلاح بالدرجة الأولى. تقف إسرائيل في مقدمة من يوردون السلاح له إن لم تكن هي المقدمة. معلش هذا اللي بيأذي الصين، ولهالسبب التطهير شرقا وغربا هو للإمساك. الإمساك لحساب من؟ هذه الجهة. هاي الجهة بتطمن الصين. طيب إذا هاي الجهة بتطمن الصين، ليش الصين عم تستقبل المهجرين من الإقليم الغربي حيث الثوار هم يساريون ماويون والسكان بوذيون من أصول صينية؟ شو مشكلتهم هون مع الحكومة إذا كانت الحكومة صديقة للصين؟ بتعجز الصين تعمل حل بينهم وبين الحكومة؟ هلأ الحكومة بتحاول تناور وبتحاول تقدم حالة أنه هي متصالحة مع بيئتها. طيب شوفوا علاقتها بحكومة بنغلاديش وشوفوا علاقتها بالحكومة الصينية. لذلك أنا فقط ما أردت قوله في هذا الملف، شرحت في المرة الماضية وقدمت المعطيات التي أملكها، أدعو إلى التعمق، إلى التبحر، إلى الهدوء،
إلى عدم التسرع وإلى عدم رصف الكلمات باستسهال. هذا واحد. هلأ موضوع الثاني راح انتقل فورا لإلو، وهو ما يجري على ضفاف الفرات والحدود السورية العراقية. أولا أريد أن أقول أن هذه المعركة هي معركة خارطة سوريا المقبلة، ضفاف الفرات والحدود السورية العراقية. ليش عم أقول ضفاف الفرات والحدود السورية العراقية؟ لأنه مسأب بحكم الجغرافيا أن دير الزور والميادين والبوكمال، يعني المدن الثلاث الكبرى المتبقية، وطبعا أمهم دير الزور التي يسيطر عليها تنظيم داعش، يتوهم كثيرون أنها تقع شرق نهر الفرات، لأنه هذا النهر الأمريكان بيعتبروا المنطقة اللي اسمها منطقة عملياتهم هي من النهر إلى الحدود التركية السورية. هذا غير صحيح، هذه المدن الثلاث تقع جنوب النهر مش شمال النهر، غرب النهر مش شرق النهر، لأنه النهر مساق بهيك، فالبعض بيقدر يقول شرق وغرب والبعض بيقدر يقول شمال جنوب. فإذا كان القياس شمال جنوب فهذه تقع جنوب النهر، وإذا كان القياس شرق غرب فهي تقع غرب النهر. وبالتالي هذا شق من المشكلة، من القضية، من المواجهة، من يسيطر على هذه المدن، لأنه سيتمكن من السيطرة على الحدود السورية العراقية، لأن البوكمال هي المنفذ المقابل لمدينة القائم من الجهة العراقية اللي عليهم بينبنى مستقبل الحدود. فمعني الأمريكي بألا يسيطر الجيش السوري على البوكمال، السيطرة على دير الزور تمهد للسيطرة على الميادين، وكليهما تمهدان للسيطرة على البوكمال. هذا ما بيعني أنه ما في إمكانية لشيء آخر، أن يسيطر الجيش السوري على البوكمال مثل ما سيطر على دير الزور آتيا من البادية بدون المرور بالميادين، ويخلي الميادين بين سيطرتين على البوكمال وعلى دير الزور فينهيها. هذا كله وارد. وممكن سيناريو ثالث أنه الجيش السوري ما يفوت على المدن، أنه هلأ بدير الزور من الجهة الشمالية يروح على البغيلية ويوصل إلى ضفاف الفرات، ومن الجهة الغربية ومن الجهة يعني الشمالية شمالنا يعني لكن هي الغربية، ومن جهة اليمين أي من الجهة الشرقية يكمل من جبال الثردة باتجاه الفرات ويخلي المدينة تحت يعني جناحين يلتقيان على ضفاف النهر ويقفز إلى النهر للضفة الأخرى أي للضفة الشرقية. كل في 20 سيناريو يقدر يعملون الجيش السوري، لكن المعارك كلها تدور تحت عنوان هل يمكن للجيش السوري أن يدخل الضفة الشرقية من النهر، وهل يمكن للجيش السوري أن يصل إلى الحدود السورية العراقية يعني للبوكمال. هذه الأسئلة مطروحة عند الأمريكان مش عندنا. طبعا الجيش السوري وحلفاؤه مدركون جيدا أن المعركة في شق منها هي تحرير جغرافيا سورية من سيطرة داعش، لكنها في شق منها هي إسقاط لمشروع أمريكي ينجح إذا نجح بمنع الجيش السوري من الدخول إلى الضفة الشرقية وبمنع الجيش السوري من الدخول إلى الحدود. كيف بينجح الأمريكي؟ مش بأن يتمكن من المواجهة المباشرة، هو أضعف من أن يفكر بالمواجهة المباشرة، ومرت تجارب كثيرة حسمت الأمر بجنوب سوريا بالبادية. واضح أنه الأمريكي حتى الجماعات معه اللي عم تقرر أن تورطه بمعركة مع الجيش السوري عم يقطع عنها، هو لا يريد معركة مع الجيش السوري، لكن هو يخوض المعركة بطريقة أخرى، طريقة مسابقة الجيش السوري، من يصل أولا إلى الضفة الشرقية من نهر الفرات ومن يصل أولا إلى البوكمال. عنوان المعركة الآن الدائرة تحت عنوان ضرب داعش، تصفية مناطق سيطرة داعش، الدخول إليها، تحرير الأرض من سيطرة داعش. يجمع الأمريكي قوات سوريا الديمقراطية، قوات عشائر، بعد ما خلص من الرقة، ترك الرقة حيث داعش موجود، ونقل جزء من قوات سوريا الديمقراطية باتجاه ريف دير الزور، ويخوض المعركة الآن ليدفع بهذه القوات باتجاه الضفة الشرقية، وحتى تخطي تجمعات داعش محاصرتها والقفز إلى أمامها ليوصل على الضفة الشرقية ويسكر الضفة الشرقية ويتفضى بعدين للمناطق التي أصبحت خلفه وفيها بقايا داعش أو فيها تجمعات لداعش. هذا هو رهانه، أنه إذا نجح بأن يسبق الجيش السوري، وطبعا الجيش السوري في هذه الحالة هو وحلفائه مش نايمين، كمان هم يتحركون على صيغة
أسهم مندفعة في عدة جهات، وأنا برجح أنها تصير 5 أو 6 أسهم. وطبعا الجيش السوري وحلفائه مش نايمين يعني، مش عم بيتابعوا، لا عارفين جيدا، عارفين أن هذه هي الخطة، أنه الأمريكي الآن جاب قوات سوريا الديمقراطية وجاب العشائر العربية، وهلأ امبارح بيصرح رياض حجاب بأنه بدنا يسمح لنا التحالف بأنه نجمع قواتنا. مين هن طلعوا قواتهم؟ اللي كانوا بالبادية، اللي اسمهم مغاوير الثورة، واللي اسمهم أسود الشرقية، واللي اسمهم قوات أحمد العبدو، لننقلهم على الشدادة ليقدروا يشاركوا من هناك بمعركة الميادين والبوكمال. واضح أن هناك تحشيد أمريكي لكل الميليشيات التي تشتغل تحت المظلة الأمريكية لإنتاج قوة بشرية قادرة على مسابقة الجيش السوري حسب التقدير الأمريكي للوصول إلى هذين الهدفين، البوكمال وضفة نهر الفرات. الجيش السوري والحلفاء مدركين لهذا، مدركين أيضا لمعادلة أن الأمريكي قد يتذرع بأنه يحمي القوات المؤيدة له أو التابعة له أو الحليفة له ويمهد لها بالنيران، لكن كي يرمي بثقل نيرانه ليس على أهداف داعش، على ضفاف الفرات لحتى ما يتقدم الجيش السوري والحلفاء، وعلى أطراف البوكمال من جهة جنوبها كي لا يتقدم الجيش السوري بهذا الاتجاه، ويعتبر أنه عم يعمل منطقة نار ليغطي تقدم حلفائه. هذا منتبه له جيدا، وهذا موضوع في الحسبان. لكن مشكلة الأمريكان وجماعتهم هي التالي: المشكلة الأولى هي أن الجبهة الممتدة من غرب دير الزور وصولا إلى الحدود السورية العراقية يعني إلى البوكمال هي قرابة 150 كيلومتر، وهي حجم السيناريوهات مفتوح فيها. لما نقول 150 كيلومتر ما في طيران بيقدر يخطي جبهة عرضها 150 كيلومتر على طول الساعة، على مدار الساعة، وبكثافة نيرانية انه كل 100 متر بينزل صاروخ. هذا بيعني يعني انه عم تحكي عن شيء خرافي، شيء بحرب عالمية ما فيها تعمله الجيوش. هذا بده 300-400 طائرة تكون عم تنفذ عمليات الإغارة بانتظام وباستمرار وبتروح وتتعبى بالجو، هذا خرافة. الواقعي والمنطقي انه بيقدر الطيران الامريكي يعمل غارة 2-3-5-10 بيروح بعد 4 ساعات بيجي بيتفقد فيه ما فيه. هذا يمنح الجيش السوري والحلفاء فرص واسعة جدا للمناورة، بيقرروا يفوتوا يشقوا دير الزور بالنص من البانوراما، يضلوا طالعين من طرف الثاني ويقسموا احياء قسمين، بيقرروا يطلعوا من الجهة الغربية، بيقرروا يروحوا من الجهة الشرقية ويضلوا شائين فيها باتجاه الفرات، بيقرروا يجمدوا القتال ويضبطوا حصار ويركزوا معركة مفاجئة بحشود باتجاه البوكمال، بيقرروا بكرة تكون معركة الميادين، ما حدا بيعرف. ولذلك كتار يمكن توقفوا أمام كلام القائد الميداني في حزب الله الحجب مصطفى لما حكي عن أن القيادة السورية هي التي تدرس وتتخذ القرارات وتضع الخطط والكل ينفذ. هذا لأن هذا مش بس كلام سياسي يؤكد حجم ونوعية العلاقة التي تربط سوريا بحلفائها، ولا حجم احترام حلفائها لسيادتها وقرارها السيادي وحسب، بل أكثر من ذلك يؤكد أنه بالآخر في آلية لاتخاذ القرار لا تحتمل التعددية ولا تحتمل المدى الزمني الطويل، هي في ساعتها تصدر تعليماتها وتتخذ طريقها للتنفيذ، لأنها محكومة بدرجة عالية من السرية وبدرجة عالية من المخاطرة وبدرجة عالية من المفاجأة، وبالتالي هوامش الحركة المتاحة، هذا واحد، إذن عديدة، أكثر من 100 سيناريو بين يدي الجيش السوري والحلفاء، هذا واحد. 2، كثافة النار التي يملك القدرة الطيران الروسي على تقديمها لا تستثني الضفة الشرقية من نهر الفرات، وبالتالي هذا مش بيد الأمريكان وحدهم، هذا هيك وهيك. الثالث، نوعية البشرية وتجهيزها الناري، لأنه ما فيك هلا تجي تقول لي هلا بنوزع عليهم للشباب مدافع، هلا بنعطيهم صواريخ، هاي القوى مجهزة بحجم ما فيها من خبرات وحجم ما فيها من قدرات وحجم ما فيها من تمرس بالقتال، هاي حجمها، هاي حدودها، هاي إمكانياتها. القوة المقابلة حسب كل التقديرات عم نحكي عن 4-1 حجم القوة التي يمتلكها الجيش السوري والحلفاء في معركة شرق سوريا، يعني من دير الزور إلى البوكمال ومعها ضفاف الفرات، تعادل 10 أضعاف ما يمكن أن يحشده الخصوم، وبالتالي هذا الشيء بيمنحها قدرة تركيز. مثلا إذا بدها تقرر البوكمال فيها تحشد 10,000 للبوكمال لحاله، بينما القوة الموازية كلها 10,000، فما فيها. 2،
فيها تعمل اختراقات بأربع جبهات دفعة واحدة، وبكل جبهة يكون 1000-1500 فوج يعني معزز مؤلل هو اللي عم يعمل الاختراق، وتكون في قوة الاحتياط الرئيسية للهجوم ولإسناد الهجوم بعد ما انمست، بعد ما استهلكت قواها، بعد لا تزال بمدينة السخنة مثلا. وبالتالي حجم القدرة البشرية، نوعيتها، مهاراتها، توزع قدرتها النارية وأنواعها المختلفة، كلها عناصر تفوق. هلأ البعد المعنوي، لما عم نحكي عن انه لأبو زيد خالهم بالطرف الآخر مين هن؟ قوات سوريا الديمقراطية، جايب لي اياهم محل ما هن مهزومين بالرقة، قلن 3 اشهر بنحطوا لحتى يعملوا 2% و3% تقدم اعلامي، لانه واقعيا ما فيش اسمه 2% و3% تقدم. انت لما خلال 3 اشهر بتقول انا دخلت 45% من الرقة، وبعد 3 اشهر بتطلع بتقلي 2% و3%، يعني عم تحسن صورتك الاعلامية. فانت قوة محبطة، قوة جاية من العجز واليأس، ما فيها تعمل انتصارات. القوات الثانية ألعن وأفك رأبي، هو اللي مهزومين بالبادية، جماعة أبو أحمد العبدو، جماعة الأسود الشرقية، وجماعة مغاوير الثورة، لك شو الأسماء كبيرة كمان. ما هي قوى هزمها الجيش السوري، هاي بدها تيجي تقاتل وتشكل عصب بالمواجهة، ومين ما قابلها؟ قوات النمر التي يعني يتم التعارف على تسميتها كذا، والتي لم تدخل معركة إلا وانتصرت فيها. قوات حزب الله اللي حسب الكلام الإسرائيلي أن هناك لواءين لحزب الله، يعني قرابة 2500 مقاتل يشاركون في معارك المنطقة الشرقية في سوريا، يمكن بين الكلام الإسرائيلي وبين توسع المعارك 2005 يصيروا 5000. القوات الحامية التي دافعت عن مطار دير الزور وعن أحياء مدينة دير الزور التي كانت تحت الحصار، واللواء 137، هول أساطير وخرافات في البطولة وفي الصمود وفي التضحيات، ما بيقارن فيهن حدا. هول اللي بقيوا سنين تحت الحصار، وداعش كما قال الحاج أبو مصطفى أنه خلال 9 أشهر مئات الانتحاريين ومئات السيارات المفخخة وقد تحطمت على الجدران، شو بي على أسوار المدينة وأسوار المطار وأسوار اللواء 137. عن أي نوعية من البشر عم نحكي؟ شفتوا يمكن وتسنالكم تشوفوا صورة الجندي السوري اللي مقابله هذا المراسل الروسي، وشكله اول ما بتشوفوه لهذا الجندي السوري بلحيته وبشعراته بدل من اللي باقين تحت الحصار، والذي قرر بانه ما بيحلق دقنه ولا بيقص شعره لبين ما ينفك الحصار. نظرة عيونه لحالة نظرة اسود. عم تحكي عن ناس هاي بنيتها، هاي تكوينها، اكلت العشب وتحملت شظف العيش وتحملت كل انواع العدوان والأذى والتفوق الناري والتفوق البشري، وصنعت أسطورة. هول لما بصيروا معززين بالآلاف المؤلفة من المقاتلين، أي رأس حربة يمثلون في حالة الهجوم وفي حالة الاقتحام. بالتالي بالبعد المعنوي، بالبعد العددي، ببعد العتاد، ببعد التغطية النارية، ببعد هوامش المناورة المتاحة عسكريا، ما في شيء بيقول إلا أنه يحلم الأمريكيون. نستطيع الجزم وضميرنا مرتاح أن دير الزور والميادين والبوكمال والضفة الشرقية لنهر الفرات ستكون من نصيب الجيش السوري وحلفائه. اللي بده تدقيق في هذا منرجعه على معركة الرق. كانوا الأمريكان بعدهم بعز طلتهم أنه هن جايين هلأ بدهم يبلشوا المعركة ضد داعش، وقوات سوريا الديمقراطية بعد عضلها حي، بعد مش مستنزفة، مش مستهلكة، مش مستعصي عليها القتال بمحل. في ذروة هذا، لو لم يدخل الجيش السوري إلى منبج، شو عملت قوات سوريا الديمقراطية كانت؟ مش هن استنجدوا؟ طيب حطيناها عشان مش محسوبة. في قلب التقدم الذي كانت تقوم به قوات سوريا الديمقراطية تحت الغطاء الناري لقوات التحالف، ما تقدم الجيش السوري من الشمال الغربي لحلب، الريف الغربي الشمالي، إلى الريف الشمالي الغربي، الريف الجنوبي الغربي والريف الجنوبي الشرقي للرقة. هلأ الريف الجنوبي الغربي والريف الجنوبي الشرقي للرقة مع مين؟ مش مع الجيش السوري؟ مش على ضفاف الفرات الشرقية وليس الغربية؟ الشمالية وليس الجنوبية؟ وبالتالي عندنا نص مجرى الفرات من الجهة الشرقية في جيش سوري،
والنص الثاني من الجهة الغربية في جيش سوري. حسم المعارك سيكون بالتعاون بين هذين السهمين مثل ما كانت المعركة باتجاه دير الزور. وبالتالي المحصلة التي أريد أن أقولها الآن، طبعا الأمريكي لما بيوصل للحظة أنه مش قادر يربح مشروعه بينكفئ، يعني هو يحاول يرمي بكل ثقله، يحشد، يجمع، يخلق المناخ، التعبئة الإعلامية، لكن بس يوصل إلى أنه خلص ومثل ما بيقولوا وقع الفاس بالرأس، أنه الجيش السوري حسم هو والحلفاء، هو يتعامل مع الواقع، لأنه هو مقرر لا بده يشبك مع الروس ولا بده يشبك مع الجيش السوري ولا بده يسمح لحدا من الجماعات اللي عم تقاتل معه تفتح له معركة جانبية لا مع سوريا ولا مع حلفائها. وشفتوا الناطق بلسان قوات سوريا الديمقراطية طلع حكي بكلام مباشر بأنه نحن ما بدنا نقاتل الجيش السوري، وإذا وصلنا وجها لوجه ليس على جدول أعمالنا أن نشتبك ونصطدم لا مع الجيش السوري ولا مع حلفائه، لا مع الروس ولا مع الإيرانيين ولا مع حزب الله، عددهم اسما اسما. وبالتالي الأمريكي لا يريد معركة، يريد سباقا على مناطق سيطرة داعش، ويخوض هذا السباق بطريقة احتيالية مخادعة، ليس هدفها القضاء على سيطرة داعش بل قطع الطريق على دخول الجيش السوري وسيطرته. يعني على البوكمال هلأ ما رح يحاول يفوت على البوكمال مباشر، رح يحاول إذا بيقدر بهاي القوات اللي بده يجمعها بالتنف ويطلع فيها باتجاه البوكمال أنه يلتف على البوكمال من جهة غربه، يقطع طريق دخول الجيش السوري على البوكمال، ويقول نحن عم نحاصر البوكمال من الغرب لنفوت عليها من الشرق، لكن الهدف هو إذا أخذ الغرب أنه يقطع الطريق. لكن هاي المناطق تحت سيطرة داعش، يعني في حدا بده يفوت يحرر من إيد داعش ليقدر يوصل إلى غرب البوكمال. هون بقى رح نشوف المراجل مين اللي بيقدر، وقلنا المعطيات التي بين أيدينا تقول أن الجيش السوري وحلفائه هم الأقدر. بالتالي الأمريكي ما بده يهاجم، ما بده يشتبك، ما بده يصادم. إذا وصل إلى لحظة وخسر السباق سيعترف بالخسارة. طيب ماذا يعني الاعتراف بالخسارة بالنسبة للأمريكي؟ تعالوا نحط هالسيناريو والافتراض. الاعتراف بالخسارة يعني الجيش السوري صار موجود شرق الفرات، والجيش السوري صار موجود على الحدود مع العراق، ومعركة الرقة بعدها مش محسومة، ومعركة أرياف دير الزور اللي شرق الفرات بعدها مش محسومة. من سيحسمها؟ خلي نقول انه راح يكون حسمها مشترك، يعني جزء منها قوات سوريا الديمقراطية ببعض الأماكن وبعض الزوايا، والجزء الآخر الأهم سيكون على عاتق الجيش السوري والحلفاء. خلصنا من داعش، من هون لآخر السنة خلينا نفترض صارت الخريطة مثل برقع، منطقة غرب الفرات وجنوب الفرات كلها جيش سوري وحلفاء، منطقة شرق الفرات في تداخل وتشابك، هاي منطقة هاي جزيرة مسيطر عليها الجيش السوري، هون مسيطر قوات سوريا الديمقراطية، وهكذا. شو بصير مصير هاي المنطقة؟ لا عاد في إمكانية تحكي فيها على كيان كردي، لا عاد في إمكانية تحكي فيها على شرعية للقوات الأمريكية والقواعد الأمريكية. وسيصبح إذا الوجود الأمريكي غير ممكن شرعنته من قبل الدولة السورية والحكومة السورية فهو غير قادر على البقاء، وهذا الجواب سلفا المعروف عليه، وهو أنه لا مكان لمثل هذه الشرعنة. واليوم بعتقد الكلام الروسي يعني هو جواب على أسئلة أمريكية، أنه لمين عم بيقول اليوم لافروف من عمان بأنه كل وجود عسكري لأي دولة على الأرض السورية لا يحظى بموافقة الدولة السورية فهو غير قانوني وعليه الرحيل. أعتقد هذا جواب على سؤال أمريكي، أنه ماذا عندما تنتهي الحرب على داعش، كيف تنظرون إلى مستقبل قواعدنا التي أنشأناها في عدد من المناطق السورية الشمالية الشرقية؟ هذا هو الجواب. كل قوة أجنبية لا تحظى بموافقة الحكومة السورية بوجودها على أراضيها فوجودها غير قانوني وعليها الرحيل، هذا هو الجواب. شو بيكون مصير الكانتون الكردي؟ هون طبعا أنا عمول هذا الكلام لأنه دائما نحن محكومون بعقلية تفكير وبأسلوب تفكير أننا لا نتعامل مع المكون الكردي كعدو كخصم. حتى لجان الحماية الكردية يعني الفصيل السياسي، الشعب أكيد لا منه عدو، ولكن حتى الفصيل السياسي ما بنعتبره عدو، بنعتبره جهة تلتبس عليها الرؤى، تخطئ في التصرف، تعلق بأوهام تصدق أكاذيب الأمريكيين فيها. ونقول دائما أن الفرصة لا تزال سانحة
للتوقف، للتروي، للتمهل، للتفكير، على الأقل إقامة توازن. إنه اليوم أنت عم تلعب بمسرح مبين قدرتك على الاحتفاظ فيه بالخصوصية من تجربتك في الرقة، إنه كل دعم التحالف، كل دعم النار الأمريكية، كل قوتك وهي في زهوها ما قدرت تحل الرقة. لو حسمت الرقة مثل ما الجيش السوري عم يحسم دير الزور، ومثل ما حسم تدمر، ومثل ما حسم السخنة، ومثل ما حسم الأحياء الشرقية في حلب، يعني قدامك المشاهد. لو نجحت بهذا يا خيي منقول إنه أنهيت أنت الرقة وجاي هلا ببطولاتك وجيشك وعسكرك بذروة المعنويات ومعك التغطية النارية لحتى تشارك بمعارك الباقي. بس أنت شايف أنك أعجز من أن تكمل هناك. طيب إذا أنت أعجز من أن تكمل هناك، من سيكمل؟ مين القوة البشرية؟ مش عم ناريا ما أعطاك الأمريكي سقف ما يستطيع من نار، وداعش عم بيخوض آخر معارك. بالتالي من سيستطيع كسر شوكة داعش في جنوب الرقة في النصف الآخر من المدينة؟ الجيش السوري والحلفاء. طيب إذا فات الجيش السوري والحلفاء بقي في مجال لتحكي عن كيان كردي؟ إذا فات الجيش السوري والحلفاء على ريف دير الزور في مجال تحكي عن كيان كردي؟ ومنه على الحسكي في مجال تحكي عن كيان كردي؟ فيك تمنع الجيش السوري من أن يكون موجودا فوق هذه الرقعة الجغرافية في النقاط التي تقام فيها المؤسسات الحكومية وكانت سكناته ومواقعه؟ كيف تشتبك؟ بلبيك الأمريكي إذا اشتبكت؟ طرحت على نفسك هذا السؤال؟ طرح، لأنه الجواب أنه لن يلبيك وأنه سيدعك لقمة سائغة مثل ما عمل فيك مع الأتراك. ليش ما بتبدأ أنت أيها المكون الكردي المسلح في قوات سوريا الديمقراطية بإقامة حسابات جديدة، بمراجعة نقدية لتجربة العلاقة مع الدولة السورية، للاعتذار عن الأخطاء التي ارتكبت منذ معركة القامشلي المفتعلة مع الجيش السوري بطلب أمريكي وجر، والتأكيد على ثلاثة أشياء: أن أولويتك كوطني سوري تسبق أي أمر آخر. اثنين، أنك تتطلع إلى قدر من الخصوصية للمكون الكردي يقبله سائر السوريون ضمن دستور يحظى بالأغلبية في أي استفتاء. ثلاثة، أنك تتطلع إلى تعاون وتنسيق مع الجيش السوري وحلفائه أسوة بما تفعله مع الأمريكيين. ليش أنت زلمة الأمريكان؟ إذا قضيتك أن تنهي داعش من أجل أن تتحرر سوريا ويقام فيها حل سياسي، تقبل يصير جناف وما تكون مشارك فيه؟ تقبل يصير أستانة وما تكون مشارك فيها؟ ليش ما بيكون عندك ممثل بأستانة؟ إذا غير شرعية شو رايح الأمريكي معلمك يعمل فيها؟ شو راح يساوي؟ ليش بيعود فيها؟ وإذا جناف غير شرعي شو رايح الأمريكي يساوي فيه؟ ليش مقصيك عن أستانة وجناف؟ لأنه ما معاملك كمكون سوري، معاملك كعميل. ترضى؟ أترضى معاملة العميل بينما يعرض عليك الجيش السوري معاملة ابن الوطن؟ هذه أسئلة يجب أن يطرحها قادة وحدات الحماية والحزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني على نفسه، ويمتلك أجوبة واضحة عليها. وأنا أقول مع روسيا ومع إيران ومع حزب الله ما في مشكل، مع الدولة السورية أسهل وأسهل، لأن الدولة السورية تبقى عندما يكون مرتكب الخطأ سوريا تبقي الباب مفتوح، لأنه بدها توحد بلادها وبدها تلم فئاتها الشعبية حتى التي ضلت الطريق في مرحلة معينة. وانتوا ضليتوا شيء بسيط قياسا بالذين ذهبوا وراء النصرة وراء داعش وراء السعودية وراء الأتراك. بالعكس انتوا بعدكم يعني بالمكان المقبول، لأنه معارككم ضد داعش يعني، ولم تشتبكوا إلا مرات نادرة مع الجيش السوري بإعاز أمريكي وبضغط أمريكي. وبالتالي من هون أنا عمول بعد فترة، بعد أسابيع، بعد أشهر قليلة يا عمي سقفة لنهاية العام، ستكونون أمام معادلة صعبة، صعبة جدا، أن تجدوا بأن الدولة السورية تنتصر انتصارات متدحرجة وتتساقط المناطق أمامها، وحتى أنتم لن تملكوا عندها قدرة الإعاز لعناصركم بإطلاق النار، والأمريكا عم بفكفك وبيأبع قواعده وبيرحل برات سوريا، ويصل الجيش السوري إلى تل أبيض ويصل هذا. حسبوه، حسبوه شو بتعملوا بهالحالة؟ لا فيكم تطلقوا نار
ولا إلكن كلمة مسموعة إذا قلتم نحن بدنا نتعاون. الآن إلكن كلمة مسموعة. الآن بتقولوا للأمريكان ولغير الأمريكان نحن معركتنا مع داعش غير ممكن أن تنتهي بفوز، وليست قضيتنا أن نسابق الجيش السوري ونزاود عليه. إذا أردتم إنهاء داعش يجب غرفة عمليات أمريكية روسية سورية ونكون جزءا منها من أجل تحرير هذه المناطق، ونحن والدولة السورية عندها منروح على جنيف ومنروح على أستانا ونطلب أن نمثل فيهما. هذا العقل هيك بفكر. وأنا هون لا تفكروا عم ناشدكم من موقع أنه قراءتي أن الدولة السورية ضعيفة وتحتاج إلى أن توفروا عليها عبئا. أنا من موقع محبتي لمستقبل سوريا أقول إن الجرح الذي قد يترتب على هذا الاستخدام الأمريكي المسيء والمؤذي لمستقبل سوريا للمكون الكردي، هذا جرح سيصبح من الصعب أن يندمل إذا لم تبادروا الآن. ولذلك أنا أوجه لكم نداء، مش عم ناشدكم، أوجه لكم النداء لتفكروا بمستقبلكم ضمن الدولة السورية، لأنه لا مستقبل لكم خارجها. هذا اللعب الإسرائيلي اللي امبارح على كل حال يديعوت أحرانوت أو اليوم منزل تقرير، يعني هو لمحاضرة لأحد كبار أساتذة الجامعات عنده حول مستقبل الكيان الكردي في سوريا ومستقبل الكيان الكردي في العراق، وبيقول أنه حتى الآن ما في غير إسرائيل تدعم هذا الانفصال، وتحت الطاولة في تفاهم إسرائيلي خليجي لبناء دويلات سنية في المنطقة، وبالتالي السعودية والإمارات موافقين وداعمين. يعني هذا فخر أنه تطلعوا بالآخر عندكم مشروع الداعم الوحيد له هو إسرائيل والسعودية. أنا من موقع الحرص على تاريخكم ومستقبلكم. الحاضر في كتير الحقيقة لغوصة وارتكابات وأخطاء ماشي، لكن قابل لأن يطوى إذا احترم المستقبل التاريخ. وبدي أقول جملة في النهاية، أنه بالآخر الشعوب أو القوى السياسية، ما بدي أحكي على الشعوب، الحركات السياسية والزعامات السياسية هي كالرجال كالبشر. يعني صحيح الحركة السياسية هي حركة تضم الآلاف وعشرات الآلاف، لكن هي مثل الفرد. دائما يقال أن الرجل هو الذي لا يخجل حاضره بماضيه ولا يخجل مستقبله بحاضره. طيب حاضركم ما بيخجل من ماضيكم، لا تخلوا مستقبلكم يخجل من حاضركم. ماضيكم ان كنتوا عم تقاوموا الاكراد، كنت الاتراك وداعش وشويه اخطاء بسيطه قابله للغفران. هلا تصنعوا اللحظه التي يخجل فيها مستقبلكم من حاضركم ام لا؟ هل ترتضون بأن يستعملكم الأمريكي أداة للغدر بالجيش السوري ومنعه من الوصول إلى ضفة الفرات الشرقية ولن تستطيعوا، ومنعه من دخول البوكمال ولن تستطيعوا، بس بتقبلوا هذا الدور؟ إذا قبلتم هذا الدور أي رح يخجل مستقبلكم من حاضركم وسيكون صعب أن يندمل هذا الجراح. آمل أن تفكروا، وأنا أعرف أن قياداتكم تستمع لما أقول، وأن حلقات 60 دقيقة تسمع لدى قيادة لجان الحماية ويناقش ما يرد فيها عن الأكراد، وأمل أن يناقش هذا بأخوة ومحبة وما لنا من تاريخ من الصداقة ومن العلاقة ومن الود لنستعيده في لحظة تاريخية كالتي تمر فيها الحرب الآن. أنتقل في الحقيقة للقسم الثالث والأخير اللي هو القمة المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز. هاي القمة لن تكون قمة بروتوكولية ولا قمة يعني مجاملات وعلاقات عامة ورفع عتب وبيان إنشائي أو استثمارات وتطبيع علاقات وتحسين علاقات ثنائية. تأتي هذه القمة في لحظة حرجة دقيقة حساسة لن تتم ما لم يكون الاتفاق تاما على البنود الحساسة والحرجة بالنسبة لطرفيها. شو هي البنود الحساسة والحرجة؟ لما نقول حساسة وحرجة ما بيعني بالنسبة للطرفين انه بمأزق، لا، حساسة وحرجة ايجابا في ضفة وسلبا في ضفة. روسيا تتجه الان هذا الربع الاخير من العام لاقفال الملف في سوريا عسكريا وسياسيا، وكل يوم ثمنه عالي. وتتصرف روسيا على قاعدة ان ختم الملف السياسي وانهائه
وضعه على السكة، وقف على أن يخرج جناز بحلقة من حلقاته، بتشرين أول، بتشرين ثاني، بتسوية عنوانها حكومة موحدة في ظل الرئيس الأسد، مهمتها دستور جديد وانتخابات رئاسية وبرلمانية. الأمريكي موافق، الفرنسي موافق، تريد روسيا أن تحصل على الموافقة السعودية على هذا، انطلاقا من مجموعة عناصر، أولها أنه ما رأى في سند للمعركة لإسقاط الرئيس الأسد دوليا، ما عاد في حدا. ثانيها ما بقى في أرضية ميدانية للتفكير بهذا، والجيش السوري يزدحم سجله بالانتصارات. ثالثها العزيمة الروسية والإيرانية وعزيمة حزب الله بدعم سوريا لا محدود حتى تنتصر، وفتح الباب لمشاركة الآخرين إذا رغبوا بالتراجع عن شعار إسقاط الرئاسة وإسقاط الجيش والعبث بمستقبل سوريا. لذلك روسيا تحتاج الآن أن تحسم السعودية وين. إذا السعودية مصرة على أن تبقى خارج هذه الرؤية ما حتصير القمة، ولما بتصير القمة يعني السعودية انخرطت في هذه الرؤية، وهذا قاطع بالنسبة للروس. بتأجل، ما في نزوم تشتبك، تفتح هي والسعودية ملفات أخرى، لكن تتصرف على قاعدة كيف يختم الملف السوري بدون السعودية عسكريا وسياسيا. وشفتوا انتوا المحلات اللي فيها ناس بتهم الأمريكان، ما عبروهم الروس وما عملوا حسابهم، وقفوا مع الجيش السوري والحلفاء. الأتراك قديش كانت العلاقات معهم؟ يعني البعض بيقول لك بس يا أخي في أخذ وعطاء، الروس عم بيشوفوهن وبيلتقوا. قديش كان حجم العلاقة الروسية التركية أثناء معركة حلب؟ ما كان سابقها الصفح عن أردوغان وقدم الاعتذار وراح على روسيا وعلى أساس كل شيء تمام؟ ما مشي، دعم الروس المعركة لحسم حلب عسكريا وهم يعلمون أن تحريرها يتم من فم أردوغان. ما عندهم مشكل، مصالح الدول أكبر بكثير من تفاصيل، وبالمصلحة إدارة العلاقة مع تركيا كإدارة العلاقة مع السعودية كإدارة العلاقة مع إسرائيل هي فتح الباب لتسوية تقع تحت السقف الإجمالي لمفهوم روسيا لسوريا المستقبل برئيسها بجيشها بوحدة ترابها، وبالمقابل الحسم القاطع إذا رفضت صيغة التسوية. هذا اللي عملوه الروس مع الأتراك، وهذا اللي بيعملوه مع السعودية، وهذا اللي بيعملوه مع إسرائيل. واللي ما قادر يقرأ شيء واهم، واهم الحبل الطويل اللي مديته إيران لتركيا منع أن تكون إيران في طليعة القوى التي تقاتل لتحرير حلب، ولن يمنع الحبل الطويل للسعودية. هو منه طويل عند الروسي عم بحكي قد حجم العلاقة مع تركيا. لذلك روسيا تريد هذا. بالمقابل السعودية ما عاد عندها معطيات بتقول انه فيها تعمل شيء بسوريا، لا بشريا لا عسكريا لا سياسيا لا دبلوماسيا، ما في ولا معطى حده. هي في مأزق اختناق، هي في حرب مدمرة في اليمن، معنوياتها بالأرض، أخلاقيا مدانة حتى من حلفائها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ورغم هذه الجرائم تعجز عن تحقيق تقدم. كل يوم والتاني بيخترعوا خبرية، وساعة انه بكرة ولعت صنعة بين انصار الله والمؤتمر الشعبي، صحيح في مشاكل بس مسيطر عليها. بيبنوا احلام واوهام ليقولوا انه في امل، ما في امل، وهم يغرقون ويغرقون وعم يغرقوا، ورغم ذلك ما في امل. طيب البحرين ما في امل، المشكلة الاهم المستجد هو قطر. هم راهنوا انه اذا التهموا هذه اللقمة السائغة اللي اسمها قطر، انه جمعوا مصر اللي عندها قضية حقيقية اللي اسمها الاخوان المسلمين، واللي فعلا قطر بتمولهم، وفعلا هم سبب حقيقي لممارسة الارهاب ضد مصر جيشا وشعبا، ومصر هاي 100 مليون، فجابوا مصر جابوا الامارات جابوا البحرين وعملوا انه هذا الاطار السياسي ليكون مقنع خارجيا. طبقوا ترامب وطبقوا الإسرائيليين اللي هن حلفاء مشتركين لهم ولقطر، فعزلوا قطر عن الأمريكان والإسرائيليين وقالوا الفرصة سانحة. عقوبات اقتصادية بتفلس منفوت عليها، واضح الآن أنه هذا تآكل. يعني حملة 3-4 أشهر ما قدرت أن توصل للنتائج المرجوة، واضح حتى بعد الاتصال الهاتفي وهذا أنه الأجواء لم تسمح. بعد قطر عم تطلب تسوية في منتصف الطريق وتضع لها شروطا،
انه مناقش موضوع العلاقة بإيران كمجلس تعاون. انتوا عم بتقولوا قطع العلاقات، طيب خلي نشوف الكويت وعمان بيقطعوا، اذا ما بيقطعوا كيف بده يكون مجلس التعاون مجمع على القطع؟ مجلس التعاون بيجمع على القطع النقطة. طيب اذا مجلس التعاون مش مجمع على القطع كيف تستطيعون الزامنا به؟ اذا عم نحكي على الاعلام، منو وسائل الاعلام التابعة لمجلس التعاون ممنوع تمارس التجريح بحق الملوك والامراء والقادة؟ بنلتزم وبتلتزم العربية وإلى آخره. بدكم ضوابط أكثر أنه مصر إلى آخره، التدخل بالأوضاع الداخلية، نقترح أن نأتي بشبكة بي بي سي لتطبق معايير ما يسمى بأخلاقيات السلوك الإعلامي على المحطات التابعة لدول الخليج. ماليا يا أخي جبنا وزارة المالية الأمريكية تقعد عنا بالبنك المركزي لتراقب التحويلات، شرفوا عملوا مثلنا. هذا ما بيناسب السعودية، هذا يخرج قطر بماء وجه ويهرق ماء وجه السعودية ويسقط مهابتها. لذلك هي تريد ربحا معنويا، على الأقل ببند من البنود تبين أن قطر كسرت هزمت، وهي تعلم بأن الحماية الروسية الإيرانية النابعة من ثلاثة أسباب. السبب الأول له علاقة بموقع قطر في سوق الغاز اللي إيران وروسيا يتصدرانه عالميا، ما رح يسمحوا للسعودية تصير ممسكة فيه وتقعد تنافس وتقعد تقرب وتقعد، هذا ما رح يقبلوه. اثنين، انه قطر بمكانها الجغرافي هي جزء من التوازن العسكري مش بقوتها. تركي الاتراك موجودين فيها صاروا هي على تخوم ايران، بالتالي هذا التوازن وجود قلاقل بين السعودية وقطر هو امر يريح في اقامة التوازن العسكري في المنطقة. العامل الثالث انه ليش ما نعطيها للسعودية ببلاش؟ اذا ما اعطتنا بسوريا ليش ما نعطيها بقطر؟ شو بنعطيه، شو بتعطينا بسوريا وشو بنعطيها بقطر؟ هذا هو الموضوع. لانا اعتقد هون الاستنتاج من التصريحات التي قالها لافروف، من التصريحات التي قالها الجبير، من تصريحات لافروف الاشد وضوحا في زيارته للاردن عن الموقف السعودي واشادته بالموقف السعودي، أن المعادلة هي، لأن الروس عم بيقولوا حكى لافروف أنا والجبير اتفقنا، حكى الجبير أنا ولافروف اتفقنا على المناطق التهدئة، على وحدة الأراضي السورية، على وفد موحد للمعارضة. أعتقد بأن المعادلة تمت وفق التالي: روسيا لم تقبل بتسليم قطر للسعودية، لكن روسيا من موقع إدراكها لخطورة تنظيم الإخوان المسلمين الذي يعبث بأمن دول قريبة من الحدود الروسية ولاهتمامها بالمصالح الأمنية المصرية ولإدراكها بأن الإمارات تحديدا تعاني كثيرا من تنظيم الإخوان المسلمين، وصلت مع السعودية إلى معادلة أن روسيا ستسهل إدراج الإخوان المسلمين على لوائح الإرهاب الأممية. وهذا أمر القطريين تخبوا وراه، قالوا انه بس مجلس الامن يصنف الاخوان المسلمين ارهاب نحن اخر نقطع معهم. عظيم. روسيا هي التي تملك المفتاح، لانه الامريكان ما فين يهربوا من هالقصة، التزموا فيها للسعودية. ما بعرف هلا قديش البريطانيين بيعملوا موقف لانه هني رعاة الاخوان المسلمين، لكن على الاقل روسيا والصين رح يمشوا بموضوع تصنيف الاخوان المسلمين مقابل انه السعودية تمشي بموضوع القبول بتسوية. من قلب التسوية السعودية رح تظل تحاول تخرب، مش معناتها اذا قبلت تسوية فيها حكومة موحدة بظل الرئيس الاسد انه ما رح تشارط وتفوت بمطالب الى علاقة شو الحكومة ومين رئيس الحكومة وشو الوزارات ومين الوزراء اللي بني مثلوا المعارضة. وهذا اثنين، بالدستور هالبند وهالبند والصلاحيات والشريعة الاسلامية والى اخره، ودولة مدنية والله دولة علمانية، رح تحاول تخرب. وبالانتخابات لتجميع وتمويل مرشح رئاسي يقف بوجه الرئيس وكتل نيابية ترشح، يعني لوائح انتخابية ترشح بوجه اللوائح المدعومة من الدولة أو المساندة لخيار سوريا المقاوم، لكن اللعب من قلب معادلة كانت ترفض السعودية أن تدخل وتدخل جماعتها فيها، وهي معادلة التنافس السياسي السلمي في قلب معادلة دولة سورية يرأسها الرئيس الأسد. هذا أكيد مهم أن يتم التحول الروسي باتجاهه إيجابا، مهم أن لا يتوهم أحد عندما يتم هذا التحول الروسي المغطى أمريكيا،
بأنه تحول التحول السعودي عفوا أن يفهم بأنه هذا نهاية المواجهة مع السعودية؟ لا، هذا معركة من داخل اللعبة، مثل ما بيقول سعد الحريري ربط نزاع. نحن وحزب الله بحكومة وحدة، بس نحن بعدنا مختلفين. رح يجوا يقولوا هيك جماعة السعودية، لكن كانوا يرفضوا يقولوا هيك، مثل ما كان سعد الحريري يقول لا حكومة وحزب الله يقاتل في سوريا، حتى انكسر رأس المعادلة التي كان يراهن عليها ويتوهمها. الآن أعتقد أننا ندخل مرحلة فيها بداية تموضع سعودي على هذه المعادلة الجديدة، وبالتالي نحن إذن عسكريا ندخل معادلة عنوانها أن سوريا ستكون هي القوة الحاسمة التي تسيطر على شرق الفرات وليس على غربه فقط، وعلى الجهة السورية من الحدود مع العراق، وأن الرهان الأمريكي على تجميع وتشكيل بين قوات سوريا الديمقراطية وغطاء الناري وجماعات البادية اللي عم بيجمعها العبد والأسود الشرقية ومغاوير الثورة ومدري شو، ما راح يطلع منها شيء. وبالتالي التغطية التي ينشدها الأمريكي لبقاء قواعده منتهية، وفرصة الأكراد الآن هي الانفتاح حواري مع دولتهم، يروحوا على جنيف ويروحوا على أستانا ويصروا على تنسيق ميداني مع الجيش السوري، ويرفضوا الاستخدام القذر والرخيص الذي يريده لهم الأمريكيون ليكونوا هم حجر العثرة أمام مهمة الجيش السوري في التحرير وفي بلوغ ضفاف الفرات وفي بلوغ الحدود السورية العراقية. هذا عسكريا. معه سياسيا عندنا آخر حلقة كانت تعطل، وهي السعودية تخرج من دائرة التعطيل، وبالتالي ليست بعيدة، لأن وفد موحد للمعارضة بدها ترعاه السعودية تحت هذا السقف، يعني جنيف معناتها بكانون أول بتشرين تاني بيقدر يطلع بالوصول إلى تفاهم على مبدأ تشكيل حكومة، وبيبلش التفاوض من رئيس الحكومة وشو تشكيلة الحكومة وإلى آخره، وفي ناس بتزعل وبتفل بتاخد تعويضة مصاري أو بتاخد تعويضة بلجوء سياسي على بلد من البلدان، لكن بالآخر كلهم أدوات عند هذه الدول، اللي بيمول واللي بيرعاه هو اللي بيقرر. ولما الأمريكي والفرنسي والتركي والسعودي ماشيين خلاص، هذا يعني أنه سيقدمون التغطية، لأنه بالأصل سوريا مش معنية بمن هم الذين يأتون، سوريا معنية بأن هذه الدول توقف تمويل وتوقف تسليح وترفع عقوبات وتفتح سفارات، وبالتالي لما وبترجع القدرة السورية على التعاطي الشرعي مع المجتمع الدولي بصيغة تتيح للمتاجرة ولفتح الاعتمادات ولتخفيف المعاناة على الشعب السوري، هذا أمر هو الذي يعني الدولة السورية، ولأجله هي تتقبل الذين تعلم أنهم لا يمثلون أن يأتوا لمرحلة مؤقتة عابرة في حكومة وحدة وطنية تمهيدا للانتخابات، يقول الشعب فيها في صناديق الاقتراع من يمثله وباسم تمثيله من يحكم. بالتالي نحن قدام مسار يكتمل ويتلاقى فيه العسكري والسياسي، يسمح لنا بالقول أننا ندخل الربع الأخير من الساعة. الآن تدخل سوريا الربع الأخير من الساعة، وربما ما حدا في يتحكم بالمواقيت، نحن نعطي على سبيل التشبيه والمثال، ما حدا في يقول، لأنه في الكلام عن أنه بشباط الحكومة، وفي كلام عم بيقول لا يا عمي هو 3 أشهر الأخيرة من العام يمكن يكون خالصين. هلأ لافروف عم يعطينا بشارة تانية بيقول خلصنا موضوع التفاهم على ضم إدلب إلى مناطق التهدئة. كيف ضم إدلب إلى مناطق التهدئة وهي تحت سيطرة النصرة؟ وأنه ب15 الشهر يعني نهار الجمعة، يعني الأتراك، يعني إذا عندنا تموضع تركي، تموضع سعودي، تموضع أمريكي، تموضع فرنسي، وعندنا معركة عسكرية، وما حدا يقول في شيء ما له علاقة بشيء، لداعش بيعتبروها هي القوة الضاربة في الجماعات المسلحة، عندما يرون كيف ينهار داعش وكيف يتهاوى داعش، مين من الآخرين في غامر ويقاتل؟ مين عنده الرصيد العسكري والمالي والقدرة حتى على تقديم انتحاريين وعلى خوض معارك بشراسة كالذي يمتلكه داعش؟ فلما بيشوفوا داعش شو عم بصير فيه، إن شو بصير فيهم؟ وبالتالي بهذا المعنى لازم نحمل على محمل الجد الكلام عن إمكانية أن تنجح تجربة إدلب بفكفكة النصرة، اللي بدهم يفلوا، اللي بدهم يعتقلوا، اللي بدهم كذا، والباقي اللي بدهم يتسرحوا ويروحوا عبيوتهم ويروحوا يسووا أوضاعهم كأفراد سوريين مع دولتهم، لكن هذا فرضية قائمة
ممكن تاخده شوية وقت شهرين وثلاثة وأربعة، بس عم بيبين عنا مسار الحرب على داعش كيف ماشي، مسار تقهقر الحضور الأمريكي والاستعمال للعنوان الكردي كيف ماشي، مسار الانخراط السعودي، مسار أستانا، مسار جنيف. لذلك نستطيع القول بالفعل بالمعنى العلمي أن سوريا تدخل في الربع الأخير من الساعة، وأن التفاهم الروسي السعودي والتفاهم الروسي التركي كل واحد على مسألة، تركيا على لا خصوصية كردية، هذا الثمن اللي راح يطلع لها، والسعوديين الأخوان المسلمون جزء من التشكيلات الإرهابية المعتمدة لدى الأمم المتحدة، هذا شيء عظيم على كل حال، هذا مش للسعودية، هذا أهم فيه، هو لسوريا هو لمصر هو لكل المنطقة، لكن مصر بتستاهل أن تعطى هذا العطاء. وبيعرفوا الروس تجربتهم مع السعوديين كيف جابوا جيش الإسلام على القاهرة ويجا وقع على التفاهم حول الغوطة. أحبائي وأعزائي، نصل هنا أعتقد إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج 60 دقيقة مع ناصر قنديل، فإلى اللقاء في الحلقة القادمة. 60 دقيقة مع ناصر قنديل. ستون دقيقة مع ناصر قنديل، برنامج سياسي أسبوعي على شاشة توب نيوز. ستون دقيقة مع ناصر قنديل، تحليل لأبرز الظواهر السياسية خلال أسبوع، مواقف قادة وناشطين، رسائل وأسئلة مسجلة ومرسلة للأستاذ ناصر قنديل يجيبكم عليها. ستون دقيقة مع ناصر قنديل.